يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات صلى على محمد علي النبي وعلي صلوات ربي علي صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. لي في مديح محمد أبيات تشفي الصدور، كأنها آيات، أوليس قد ذكر النبي وآله فيها، وذكر محمد صلوات. أنتم الآل أرضنا وسمانا وحماكم مدى الزمان، حمانا لا نبالي بمن طغى ورمانا، إن في كل قطرة من دمانا منذ كنا محمدا وعليا. بأبي جعفر أنا إن توسلت عند رب العباد، جل شأنا فلا يدانيه شيء، فتوسل به لكل مراد. أنت الجواد وشاء
شأنك المن فمن فمنك ما به وهن فبك الرجاء لا بالذين إذا أعطوا قليلا بعده منوا أفضل الصلاة في الزيارة الرجبية فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وعندكم ما تزداد الأرحام وتغيض. كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامنا وأيامكم. هذه الزيارة معروفة بالزيارة الرجبية ومنسوبة إلى إمامنا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وتقرأ عند المشاهد المشرفة في هذا الشهر الكريم. فإذا زرت أحدهم في هذا الشهر فزره بهذه الزيارة. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. من ضمن مقاطع هذه الزيارة الشريفة هذا المقطع الذي افتتحت به المجلس: وبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وعندكم ما تزداد الأرحام وتغيض. الكلام فعلاً بعنوان الإمام الجواد واسطة الفيض. الوقفة الأولى في بيان معنى هذا المقطع من الزيارة الشريفة. هذا المقطع عبارة عن ثلاث جمل، والظاهر أنه يتكلم عن عقيدتين نعتقدهما في أهل البيت. المقطع الأول والعقيدة الأولى أول جملتين، أول جملتين تتكلم عن عقيدة علمائنا يصطلحوا عليها عقيدة وساطة الفيض. وإيش قالت الزيارة؟ وبكم يجبر المهيض. وإيش يعني المهيض؟ المهيض قيل بأنه من الهيض، وهو الكسر بعد الجبر، الكسر بعد الجبر. وبعضهم قال بأن هذا المصطلح صار يطلق على الأمراض مطلقا، صار العرب يسمون كل الأمراض هيض. دين إذا قلنا بالرأي الأول صير الجملتين اللي في الزيارة من عطف الخاص على العام، يعني أول شيء ذكرت نوع من أنواع الأمراض وبعدين جابت الأمراض كلها. وبكم يجبر المهيض، هذا خصوص الكسر. بعدين ويشفى المريض، إذا قلنا بالرأي الثاني عند أهل اللغة وأن العرب فعلا صاروا يستخدموا هذا المصطلح في كل الأمراض. طبعا بالمناسبة في قاعدة عند العلماء يقولوا الاستخدام أعم من الحقيقة والمجاز، يعني حتى لو العرب يستخدموه يمكن يستخدموه مجازا، ممكن أن تطلق الجزء على الكل، تقول رأيت رأس فلان، أنت شفت كله ما شفت رأس لحاله. فممكن أن العرب يطلقون على الأمراض كلها مجازا اسم مرض من الأمراض، مشكلة من المشاكل، ما أريد أدخل في تحقيق هالقضية، لكن سواء صاروا العرب فعلا يسموا الأمراض كلها هالاسم لو خصوص الكسر. إذا قلنا الأمراض كلها صارت تتسمى بهالاسم يصير من باب عطف البيان. شنو يعني عطف البيان؟ يعني اثنينهم نفس المعنى، وبكم فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، نفس المعنى ما في فرق، والواو تكون من باب عطف التفسير وعطف البيان.
هذا الجزء الأول من هالمقطع. الجزء الثاني يتكلم عن عقيدة ثانية على الأقل بحسب بعض الأفهام لهذه الزيارة. وش العقيدة الثانية؟ علم أهل البيت. طبعا هذا الجزء الثاني يحتمل أنه تتم لنفس المعنى، يعني أهل البيت عندهم جبر المهيض وعندهم شفاء المريض وعندهم أيضا إغاظة ما في الرحم وزيادة ما في الرحم، فكل معنى واحد. لكن الظاهر أن هذا المقطع مأخوذ من آية قرآنية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما، فهذه الآية أخذتها الرواية الشريفة صار تبديل للكلمات في ترتيبها، المعنى واحد. وش المعنى؟ يعني هذا العلم الإلهي ورثتموه أنتم، هذا العلم المذكور في الآية الشريفة موجود عندكم. فالجزء الأول كان يتكلم عن وساطتهم في الفيوض، والجزء الثاني يتكلم عن علمهم روحي فداهم. أنت بتقول لي زين وش خصوصية علم ما في الأرحام؟ أصلاً وش معنى هذا الجزء؟ تغيض الأرحام وش معناها؟ تزداد الأرحام وش معناها؟ لازم نرجع للآية ونعرف معناها. الآية فيها ثلاث آراء، ما بجيبهم كلهم، رأي واحد بس، ولا عليه رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه. هذا الرأي يقول تغيض الأرحام يعني يولد الولد قبل أوانه، ما يكمل 9 شهور. لا، وش هالمعنى؟ لأن الأرض الغائضة هي الأرض التي تبتلع الماء، فسمي الولد إذا ولد قبل أوانه بهذا المصطلح. قالوا هذا غاض الرحم، يعني انولد قبل يومه. وقد يزداد ما في الرحم، يعني يولد بعد 9 أشهر. زين عرفنا المعنى، أهل البيت يعرفوا هذا، وش خصوصية هذا؟ لعل الزيارة تريد أن تقول أن هذا من علم الله وأنتم تعرفونه وتعلمونه، فإذا عندكم ما عند الله علمكم الله إياه. خلصنا من بيان هذا المقطع وانتهينا منه، وإن شاء الله النقطة الثانية والثالثة الصدى شوية يتنزل عليه. جزاكم الله خير الجزاء، وأثابكم وتقبل أعمالكم ببركة الصلاة على محمد وآله. النقطة الثانية في موضوعنا حول العقيدة الأولى التي تناولتها هذه الزيارة في هذا المقطع. عقيدة الثانية بتركها عليكم، علم أهل البيت بتعليم الله سبحانه وتعالى، هذا خليها الآن، ما عندنا مجال إليه. يكفينا الموضوع الأول اللي تناولته الزيارة، والأوعدك بتكلم عنه في كل جوانبه ما أقدر، قصور وتقصير أصلا، يعني هذا الوقت القصير ليلة مولد ما يصير أزعلك فيها، لو أطول بتطلع زعلان. وأيضا الموضوع مو قصير، ترى موضوع وساطة الفيض من المواضيع الدقيقة، عليه أدلة عقلية وأدلة نقلية، وفيه إشكالات وشبهات، وفيه آراء في معنى هذه العقيدة. فإذا ما راح نفصل في هالموضوع، ولكن زين زين رحم الله والديك، ولكن أقدر أوعد بأني باجيب المعنى الإجمالي لهالعقيدة والأدلة الإجمالية بعد، بحيث تقدر بعدين تستدل عليها، وأيضا دفع لأهم الإشكاليات حولها. يعني الأجوبة اللي باجيبها تنفعك في الجواب عن كثير مما طرح من إشكاليات، هذه رؤوس أقلام تكفي. إذن أول سؤال: ما هي عقيدة وساطة الفيض؟ هني عندك آراء، طبعا إجماع علمائنا على ثبوت هالعقيدة، بس وش معناها؟ وجد اختلاف في فهم معناها. ما باجيب كل الآراء رأي واحد بس، وسبب اختيار هذا الرأي أنه رأي مشهور علمائنا، وأيضا لأنه أسهل الآراء وأبسطها، معنى اللغوي يتناسب ويا هذا الرأي، مو معناها ترجيح لهذا الرأي، ويوجد أعلام أيضا تبنوا آراء أخرى. هذا الرأي، أنت لما تسمع واسطة في الفيض وش تفهم؟ أن الفيض نزل بواسطة هؤلاء، يعني الله هو المصدر الأساس،
يفيض عليهم ومنهم تتنزل الفيوض الإلهية. فيوض يعني المطر، يعني الشجر، يعني المال، الرزق، الولد، العلم، الخير، كل بركة، كل خير، كل فيض، كل فضل يتنزل علينا بواسطة محمد وآل محمد. هذا ملخص مجمل هذه العقيدة اللي شرحوها من علمائنا، أكثرهم شرحوها بهذا الشرح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الدليل عليها؟ زين احنا اعتقدنا بها، لماذا؟ شنو الدليل اللي عدنا على عقيدة وساطة التفويض؟ أن الله سبحانه وتعالى الفيض الإلهي يصلنا عبر أهل البيت، واسطة في التفويض. الجواب أدلة روائية كثيرة كثيرة. أجيب لك رواية يمكن مو مألوفة، وبعدين أجيب لك نصوص تعرفها وحافظنها. الرواية بعض العلماء يقول معتبرة، معتبرة محمد بن مسلم. لما أجيب قضية معتبرة لأنها عقيدة، ومهم في العقيدة أن تكون الرواية لها وزن، ومو رواية واحدة، مجموعة روايات عندنا في هالمسألة هذه. محمد بن مسلم يقول سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن لله خلقا من نوره ورحمته، فمن رحمته ولرحمته، يعني خلقوا من رحمته ولأجل رحمته. زين عرفهم إلينا سيدي ومولاي. قال فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق بإذنه. زين ويش ليهم ذيلة من خصوصيات؟ ويش ليهم من مميزات؟ قال فبهم تمحى السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم تنزل الرحمة، وبهم يحيي الميت، وبهم يميت الحي. هذه الرواية طبعا فيها تتم بعد، واضح أن الرحمة الإلهية ذاك تنص الآية بهم تنزل الرحمة، والرحمة تشمل كل فيض الله سبحانه وتعالى، فبواسطتهم تتنزل الرحمات الإلهية. هذه رواية نموذج. رواية ثانية قال جيب الشي حافظني، حتى باكر لواحد قال لي وش الدليل، يعني بسهولة أقدر أستدل. زيارة الجامعة، أنت تزور هذه الزيارة في كل جمعة مثلا، أو إذا ذهبت لزيارة أحد المعصومين تقرأها، ما أعلاها من زيارة، عظيمة جدا. بكم بدأ الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. شاهد ثالث، زيارة الحسين، إرادة الرب كلها كلها، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. شاهد رابع، ورد عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة نحن صنائنا صنائع الله والخلق بعد صنائعنا. شاهد خامس، الزيارة اللي بدأت بها المجلس، وبكم يجبر المهيط ويشفى المريض. شاهد سادس، بيمنه رزق الورى صاحب الزمان، بيمنه رزق الورى. فإذا يا إخوة الشواهد كثيرة، أنا اخترت بعضها فقط، وإلا في الروايات متعددة في هذه القضية، أن الفيض الإلهي والبركة الإلهية تصل إلى الخلق عبر محمد وآل محمد. السؤال الثالث في هذه النقطة، لماذا هذه العقيدة؟ ليش يعني الفيض الإلهي ينزل بواسطة أهل البيت؟ لماذا لا ينزل علينا الله فيضه مباشرة؟ ليش يعني؟ ليش إلا بواسطتهم؟ شنو هالقضية هذه؟ بأجيب لك ثلاث أجوبة. الجواب الأول،
لأن أهل البيت قالوا لنا أن الفيض الإلهي ينزل عبرهم. بس هذه شلون بس هذه؟ قال لا يخوفوك لما يشكلوا عليك هالإشكال. لماذا الله ينزل فيضه عبر أهل البيت؟ قول له هذا اللي يشكل عليك أنت بعد جاوبنا، لماذا ينزل فيضه عبر الملائكة؟ ليش ما ينزل فيضه مباشرة؟ ليش ما يقبض أرواح الناس مباشرة؟ ليش إلا بملك الموت؟ لماذا فالمدبرات أمرا؟ ليش ما يدبر الأمر مباشرة؟ ليش بواسطة الملائكة؟ ليش ملائكة لانعقاد النطفة، ملائكة لولادة الولد، ملائكة هذا طبعا باتفاق المسلمين، ملائكة للمرض، ملائكة للشفاء، ملائكة للمطر، هذا لماذا؟ لا نعلم. إذا قالوا لا نعلم قل لهم أنا بعد لا أعلم. ترى الرجعة نعتقد بها، لماذا؟ لأن الروايات أثبتتها. الجن نعتقد بهم، لماذا الجن موجودون؟ لأن الآيات والروايات أثبتت وجودهم. الملائكة ليش موجودين؟ لأن الروايات والآيات أثبتت وجودهم. وهكذا إحنا مجموعة من الأمور التكوينية والتشريعية ما ندري ليش نصت عليها الآيات والروايات فسلمنا وآمنا. وجبت لك نماذج حتى لا أحد يعترض، هذه الملائكة أوضح مثال. خل أزيدك بعد، لماذا الأنبياء لا يوحي الله إليهم مباشرة؟ مو إحنا بعد الأنبياء، ليش بواسطة ملك؟ ليش ما يوحي إليهم مباشرة؟ لماذا الملائكة أصلاً؟ لماذا عفواً الأنبياء؟ ليش ما يوحي إلينا مباشرة؟ إحنا على طول ينزل إلينا الوحي، لماذا لازم بواسطة الأنبياء؟ ربما لا نعلم. إذا قالوا لا نعلم قل لهم نفس الحكي، نحن نعتقد بهذا لأن النص دل عليه وخلصنا خلاص. هذا الجواب الأول، وقد تبناه بعض الأعلام بالمناسبة، يعني مو جواب تسكيتي وخلصت القضية. لا، بعض العلماء يقول ما دامت الروايات لم تذكر سببا فأنا أقف عند حدود الروايات. الروايات فقط قالت لنا أن الفيوض تنزل عبر أهل البيت بواسطة أهل البيت، فأنا أقبل بها. لأن الروايات لم تذكر سببين أنا بعد ما أجي أجتهد وأفلسف القضية. هذا جواب أول. جواب ثاني، بعض الأعلام قال يوجد سبب واضح ما يحتاج تذكر إلينا الروايات، وهو تكريم هؤلاء. شنو يعني تكريم هؤلاء؟ الآن جبرائيل لما نزل الوحي من خلاله، أليس في هذا تكريما لجبرائيل، تشريفا لجبرائيل؟ الملائكة يكرمون ويشرفون لأنهم وسائط في فيض الله سبحانه وتعالى. واضح، لما كل بركات هذه الأرض تنزل عبر النبي عبر أهل البيت، في هذا تكريم لهم، تشريف لهم. يعني أنا وإنت لما نفكر أن هذا الخير الذي عندنا مر من خلالهم، هذا يطوق عنقنا إلى يوم القيامة، فضل لهم علينا لا ننساه أبدا، حب لهم لا يضيع أبدا. إذا اعتقدت بهذه العقيدة ازداد الحب والولاء والتشريف والتكريم لأهل البيت. هذا جواب ثاني. جواب الثالث، دليل عقلي، بس الدليل العقلي يحتاج تركيز. وليلة مولد ليلة خفايف يا جماعة، مو ليلة شي ثقيل ما يناسب. ولهذا شي مختصر جدا بعطيك روح الدليل. يعني أنا بساعدك لو فتحت كتاب يتكلم عن واسطة الفيض وشفت معقد القضية وجايب دليل عقلي تقدر تفهمه بسهولة. الدليل العقلي خلاصته، روحه، مفتاحه، أن الفيض الإلهي لا نستطيع نحن البشر أن نتلقاه مباشرة، لعجز فينا نحن، مو لقصور في فيض الله، نحن عندنا عجز. بعض العلماء يمثل بالكهرباء، يقول الكهرباء نعمة بس ما تقدر تستفيد منها مباشرة، لو لمستت لشفوتك ما تقدر، لابد بواسطة أن تصل إليك، لازم توجد واسطة توصل إليك هذا الأمر. فإذا الفيض الإلهي لابد أن يصل بواسطة لقصورنا نحن. هذا مفتاح الدليل. ترى ليش أقول مفتاح الآن؟ ليش لقصورنا؟ هذه عاد أنت روح ابحث عنها. وليش لابد أن يكون أهل البيت هم الواسطة؟ هذه ما أقدر ما أجاوب عنها، لأنهم خلقوا من نور، نحن خلق عادي،
أما هم خلقوا من نور، خلقهم من نور جعلهم أهلا مهيئين لأن يصلنا فيض الله من خلالهم. هذا مختصر الدليل والسبب الذي يجعلنا نقول لا بد من وجود وساطة في الفيض. بالمناسبة ترى هذا نفس الجواب عن لماذا الملائكة، ليش الملائكة، لماذا بواسطة الملائكة تنزل علينا الفيوض الإلهية؟ الجواب هو الجواب، هذه سنن كونية، ومن سنن الله أن الفيض ينزل علينا عبر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. انتهينا من النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تطبيق الصفتين على إمامنا الجواد سلام الله عليه. أي صفتين؟ وساطة الفيض وعلمه بالمغيبات. طبعا يا إخوة الشواهد متعددة، وسبب تعددها إمامة الإمام الجواد المبكرة، لعل هذا هو السبب. الإمام الجواد لأنه صار إماما في سن مبكر، ربما في 8 سنوات أو أقل على بعض الروايات، هذا السن استدعى ظهور كرامات وظهور آيات، آيات علمية 30,000 مسألة يجيب عنها، آيات نظرية يراها الناس بعينهم ويلمسونها بأيديهم كالكرامات والمعاجز، وهي متعددة ظهرت على يد الإمام الجواد. أمثلة، وهذه الأمثلة أولا لزيادة اليقين. مع الأسف نحن انشغلنا بالأمور المادية وأصبح ذكر الكرامات مستوحشا منه عند بعض الناس، حاشاكم عن هذا. يعني أنت لما تقول لهم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ربما يتعجبون، لما تقول لهم موسى يرمي العصا فتتحول إلى أفعى ربما يتعجبون. الآن أصبحنا في عالم يمشي بقوانين مادية، أما هذه الأمور الغيبية الغريبة أصبحت مستوحشا منها عند بعض الناس، فنحتاج للتأكيد بين فترة وأخرى على أننا نعتقد كما توجد سنن نعرفها نعلمها طبيعية، توجد سنن غيبية، توجد صدقة تدفع البلاء، توجد صلة رحم تطيل العمر، وتوجد وسائط تنزل علينا الخيرات بطرق لا نعلم سببها، طرق غيبية. أنقل بخدمتكم بعض الشواهد للتبرك وللتيمن. الشاهد الأول، لم تكن بركته فقط على البشر، لما رجع من زواجه من أم الفضل من بغداد إلى المدينة مر على الكوفة فنزل في بيت المسيب، لما جاء وقت الصلاة يقول الراوي جاء للمسجد ليصلي بالمسلمين، فجلس الإمام ليتوضأ عند شجرة نبق كنار وكانت يابسة ليس فيها ورق ولا ثمر. لا تتعجب، هذا تكرر عند إمامنا الحسن، نفس هذا الحدث مروي أيضا عن إمامنا الحسن. والعجيب ذيك الرواية تقول أن رجلا كان معه لم يكن يؤمن بولايته، شاف بقق عواين، احنا نقول ها وش صاير سحر هذا، قال لا دعوة عبد صالح، راد يسكت عاد، مو لهالدرجة أهل البيت إذا يدعو لا يستجاب لهم، دخيل الله تحسبها دعاء من عبد صالح. فإذا المفروض مو مستنكرة هذه، عبدي أطعني تكون، مفروض يعني مفروض على الأقل يؤمن لأهل البيت بمثل هذا الأمر. على كل حال توضأ الإمام فسال ماء وضوئه على تلك الشجرة، يقول كانوا يتبركوا بفاضل وضوء رسول الله، بركة بركة ما يمر على جسد المعصوم. ثم دخل المسجد صلى بالناس تنفل دعا، خرج من المسجد يقول الراوي فرأينا تلك الشجرة أثمرت ثمرا لم نذق أحلى منه ولا أجمل منه، يقول كنار نبق بلا طعام، شكل جديد طعم جديد ببركة الإمام الجواد سلام الله عليه. شاهد ثاني، محمد بن ميمون،
الشاهد الأول مو للبشر، الشاهد الثاني لا إلى البشر، محمد بن ميمون. هذا كان من شيعة الإمام، دخل على أبيه في مكة، رزقنا الله الوصول وهنيئا لمن وصل، ردهم الله سالمين غانمين وأشركنا في صالح دعائهم. يقول بعد ما خلصت أريد أطلع من مكة، قلت للإمام الرضا اكتب لي كتابا لولدك، عرفني عند ولدك، قول له هذا فلان بن فلان من شيعتنا. يقول كتب كتاب أعطاني إياه، رحت. الإمام كان عمره 4 سنوات، دخلت عليه أعطيته الكتاب، قال لي يا ابن ميمون ما حال بصرك؟ قلت له مولاي ذهب بصري. قال إلي تعال. قربت منه، إيمان عنده 4 سنوات لو 10 سنوات لو 30 سنة نورهم واحد. قلت قربت منه فوضع يده على بصري فرأيت كل شيء أمامي. شاهد ثالث وبه الختام عن علم الإمام الجواد بالمغيبات. وعندكم ما تغيض الأرحام، ما تزداد الأرحام وتغيض. طبعا الشواهد على علم الإمام بما في الأرحام عن إخباره بولادته، عن إخباره بجنس المولود، موجود شواهد. واحد من الشواهد الغريبة أمية ابن علي وعيسى ابن حماد، 2 من شيعة الإمام، ولعلهما عاصر الإمام الصادق سلام الله عليه ووصلا وأدركا إمامنا الجواد سلام الله عليه، خصوصا عيسى بن حماد. هذا عيسى دخل مع هذا الرجل، يقول التفت إلينا الإمام خير، قالوا جينا نودعك طالعين من المدينة الليلة. قال امكث الليلة عندنا، امكثا عندنا لا تطلعوا. يقول طلعنا عيسى بن حماد احنا نقول يتحوشك، قاعد يفكر يقول بها ويش فيك؟ قال لازم أطلع الليلة. قال ترى الإمام قال لا تطلع. قال لكن أهلي خرجوا، رحلي خرج، ثقلي خرج، تقدموا قبلي، ولادي، فلوسي، قافلتي، أنا قلت لهم جايينكم، جاي وراكم، كيف أتأخر عنهم؟ قال أنا قلت لك الإمام نصح أن لا تخرج. خرج وخالف أمر الإمام. طبعا يعني قد يكون هذا الأمر أمر إرشادي، عاد هني لا بأس، بين قوسين أوامر أهل البيت منها تكليفية يعني حرام وحلال، ومنها إرشادية، لا تأكل هذه الأكلة إرشاد، لو أكلت بصيبك ضرر، لو أكلت بصيبك مرض، مو حرام يجوز أكلها، ولكن يترتب على هذا أمر إرشاد للضرر. يمكن هذا فهمها الشكل أن الإمام مجرد إرشاد، يعني إذا رحت بتخسر حاجة. قال أنا لازم ألحق عليهم بطلع. راجع سيرة هذا الرجل عيسى بن حماد، طبعا هذا حماد بن عيسى هذا معروف أنه مات بالسيل، لما خرج نزل عليه سيل ومات ودفن هناك، ما سمع كلام الإمام. شاهدنا من كل هذا يا أحبة، ما في الصدور يعلمه صاحب هذه الليلة بحسب معتقداتنا. حوائجنا يستطيع قضاءها بإذن الله بحسب ما نعتقد به. صحيح ما يحتاج نقول وش حوائجنا، ولكن التصريح بها والإلحاح في الطلب هذا يقربنا من قضاء الحاجة. فألح واطلب، خصوصا وأنت في ليلة الجواد، من اسمه تعرف خصوصية هذه الليلة، ليلة باب المراد، ليلة دعاء وتوسل، وليلة طلب المرضى اللي طالبين الدعاء، وخصوصا اللي حوائجهم عسيرة واللي أمراضهم شديدة. ترى لا عجب كما رد بصر محمد بن ميمون أن يستجاب دعوة عبد صالح مؤمن في ليلة الإمام الجواد سلام الله عليه. أهم حوائجنا أن يعجل الله فرج المولى صاحب العصر والزمان، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا في القريب العاجل زيارة الكاظمية، وأن نكون قريبا بجوار إمامنا الجواد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن السيدة حكيمة بنت الإمام الكاظم ابن رسول الله قالت: جئت مبشرة الإمام الرضا بحمل السيدة سبيك بالإمام الجواد ابن رسول الله فقال لي: لقد علقت في الشهر الفلاني، في الأسبوع الفلاني، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، وستلد ولدا هو حجة الله على خلقه، سمي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول السيدة حكيمة: ولما اقترب وقت ولادتها بالإمام أرسل لي الإمام الرضا وجعلني معها ومع القابلة في الدار، وأغلق الباب علينا، وبينما نحن نترقب وإذا بالسراج قد انطفأ في الدار، فداخلنا هم وغم لذلك، وصرنا نحاول إشعاله، وبينما نحن كذلك وإذا بالأنوار قد تساطعت، فنظرنا نور الجواد أفضل أشرق الكون بأنوار الجواد، فهو نور الله في كل البلاد. يقول الشيخ الجش: سيد قد كان في ميلاده بركات شملت كل العباد. بسنا غرة الجواد استنارت ساحة الكون، والهدى مسرور، فبه عمت الخلائق طرا، بركات بها هنا وحبور، مظهر الجود في الوجود، ولولاه لما كان للوجود ظهور. ذو صفات لا يعرف الخلق منها
غير قشر ولبها مستور ومعان إن تمعن الفكر فيها يعود الطرف منه وهو حسير وهو القطب للعوالم طران وعليه رحى الوجود تدور. ما خاب من قد جاء بابهما ومد كفيه عند قبرهما فالجود كل الجود عندهما. زر الإمامين اللذين هما ما برحا للجود بابين. قلت وقد أثقل ظهر الزلال ولم أجد في صحفي من لي في الجوادين عظيم. ما خاب من أم جوادا وهال يخيب من أم جوادين. ما شاء الله شعراء انتم الحين الجميع يقرأ وياي هالتخميس. قلت وقد أثقل ظهر الزلال ولم أجد في صحفي من عمل لي في الجوادين عظيم. ما خاب من أم جوادا وهال يخيب من أم جوادين. يا جوادا بك الإله تجلى إذ لجود الإله قد كنت مجلى كيف لا والوجود منك تدلى. يا جواد الإله ما الجود إلا جود كفيك إذ أفاض الوجود. أنت آي في محكم الذكر يتلى وعلى ذاتك المهيمن صلى. حسبك الجود من صفاتك فضلا جودك البحر ما تدفق إلا وسقى الكون غيبه والشهودا.
كفيك قد سقى الخلق طرا وأفاض الحياة برا وبحرا ولذا بالجواد سميت حصرا أنت أنت الجواد دنيا وأخرى من يضاهيك في البرية جودا سنة كثر شهدت بفضل كتب سنة الجواد الكل زمان الجود سنة سنة لبس تاج الفخار لبس تاج الإمام بصغر سنة ومن جعفر الصادق بسجية وردنا الليل يفوح بعطورة وردنا الجواد اليوم من بابه وردنا وردنا ردنا نحيي ميلاده وردنا نهني والده وكل البرية رضاهم رضاهم أهل البيت بارينا رضاهم رضاه صار واصبح من رضاهم رضاهم إجينا نبارك الليلة رضاهم بميلاد الجواد ابن الشفية الختام عليكم طالعت تاريخ الحروب من الزمان الأول وقرأت تاريخ الكمات قراءة المتأمل فوجدت مكتوبا على الصفحات بالخط جليلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق باب المراد اشف كل مريض فرج عن كل مهموم اكشف غم كل مغموم ارزقنا في القريب العاجل زيارة الحسين ارزقنا زيارة إمامنا الجواد ولا تحرمنا شفاعته ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين ومن مضى من هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات